Et système surveillance de la pression des pneus. Qui va t'en avoir quand la pression des pneus? Ou va t'en avoir des pneus ou les nacres à la pression? Qui va t'en avoir des pneus? Tout fait le mouchkil. Faites la vidéo quand tu cherches à faire un chic à mal. Mais n'essaie pas partager la vidéo avec tes amis. Surveillance de pression des pneus qui infligent le système. L'indicateur de pression des pneus, les icônes intégrés dans l'ABS ou qu'un système de contrôle de pression des pneus est un système qui confie les calculateurs ou les antennes, les icônes off-road, les valves. Qui fait que nous avons le système? Nous avons le système qui est l'indicateur de pression, les icônes intégrés dans l'ABS. Comme nous savons, l'ABS est un système de freinage et les capteurs qui sont off-road. Et les capteurs sont ceux qui calculent la vitesse qui est en automobile et ceux qui donnent la sûreté dans le compteur. دابا غادي نديرو مثلا الطوموبيل هذا غادي ب 60 كيلومتر في الساعه يعني لي كابتور راهم كيحسبوا السرعه وكيعطيو فورماسيون لا بي اس بان الطوموبيل غادي ب 60 كيلومتر في الساعه ولكن لا بي اس كتوصلو فورماسيون ان ثلاثه ديال الروايد كيمشيو ب 60 كيلومتر في الساعه وحده غادي ب 65 كيلومتر في الساعه فهاد الحاله هذه كتشعل لا بريسيون دو بنو علاش هذيك الرويده اللي غادي بسرعه زايده على الاخرين حيت الرويده فاش تتفش يعني فاش كتنقص لها لا بريسيون كيصغر الديامتر ديالها تتولي كتضر بزرب على الاخرين وكتوصل لها فورماسيون بان كاين واحد الرويده كتمشي بلا فيتاس زايد على الاخرى وكتشعل لك التيموان في الطابلو ديال بريسيون دي بنو يعني كونترولي لي بريسيون ديال الرويد كاملين ومع الوقت ديفلوبا سيستيم ولا الطوموبيل تقدر تقول لك شمن الرويده بالضبط اللي فيها بريسيون ناقصه مثلا تقدر تقول لك اريير دروا افون غوش باش تي كتمشي نيشان كتبريسيون ديالك كتلقاها بصح ناقصه كتكاده هذا عاد سيستيم زادوه باش كيسهل عليك بلا ما تدور على الروايد كاملين كتمشي الروايده ديالك اللي فيها المشكل نيشان الا نقصت البريسيون من 20 حتى 25% عاد تقدر تعلمك الطيموان في الطابلو يعني الا مثلا كانت ناقصه شويه ما غاديش تعلمك مي تقريبا 25% عاد تتعلم في الطابلو كتشعل الطيموان دابا غادي ندوزو للسيستيم دو كونترول دو بريسيون دي بنو اللي فيه كالكيلاتور و لي زونتين هو اللي في الروايد اللي هما لي فالف هاد السيستيم هذا كتكون الكومونيكاسيون بين لي كالكيلاتور و لي زونتين بالفريكونس هما اللي كيعطيوك لا بريسيون ديال الكور رويده وتا لا طومبيراتور يعني الا كانت رويده سخونه بلا ما تنفخها حتى تبرد وعاد ديك الساعه تكوريجي لا بريسيون ديالك هذا سيستيم ساهل ما فيهش بزاف ديال الحوايج حيت كلشي كيعطيك في البورتال ستريمو اولا في البوست كيعطيك شحال كاين هاد لا بريسيون في الكور رويده وانت الرويده اللي بانت ناقصه كتكوريجيها وفوقاش كتطلع تشعل لا طيموا حتى هي بحال في 20% حتى 25% يعني الا تفتش الرويده من 20% حتى 25% كتشعل الطيموا في الطابلو وما تقلبش الروايد فهاد السيستيم هذا ما تقلبش الروايد حيت الا قلبتي الروايد مثلا قلبتي ديال القدام رديتيهم اللور الكالكيلاتور ما كتبقاش عارفه لي زونطين حيت عارفه لي زونطين ديال القدام ولي زونطين ديال اللور يعني افون افون دروا افون غوش واريا دروا اريا غوش يعني الا قلبتيهم الكالكيلاتور ما كتبقاش عارفه البوزيسيون ديال لي زونطين ما كتبقاش تعطيك لا بريسيون وفاش تبغي تبدل لي جونط شوف واش كومباتيبل مع لي زونطين يعني كاين لي جونط اللي ما يقدروش يركبوا فيهم لي زونطين وهكا غادي يضيع لك السيستيم كامل تبقى ديما تشعل لك التيموا في الطابلو تقريبا هادشي اللي كاين في السيستيم ديال بريسيون دي بنو نتمنى يعجبكم الفيديو هو نورمالمون لي بريسيون دي بنو خصك ديما تكون حاضي معاها حيت البنو فاش كيتفش اولا كتنفخو بزاف لا ديري الفيديو لو كتنقص ونتمنى الفيديو توصلو ل 50 جيم يلا تهلاو